هاي. أبصر شارع سرسو النور سنة 1840، وهو بيحمل اسم عائلة الرجل الأول يلي بنى فيه، وهو موسى سرسو. عائلة سرسو من أصل بيزنطي، اشتهرت بغناها وبامتلاك الأراضي من تركيا لمصر مروراً بفلسطين ولبنان. فاختاروا الأشرفية لأن على تلة مشرفة على بيروت، وبسبب ثروتهم بنيوا قصور وحولوا المساحات اللي حدها لحدايق. وبعد بناء القصور الأولى سكنت الحي عدة عائلات. كان عصر ذهبي لشارع ما بقي منه قصور إلا 10% بس، وتحول القسم الأكبر لأبراج زجاجية وقسم تهدم أيام الحرب. مين قال إنه أشهر قصور الحي هي قصر كوكرين، قصر ليندا وإبراهيم سرسو، متحف نولا إبراهيم سرسو، مبنى وزارة الخارجية المعروف بقصر بوستروس، وفيلا سرسو؟ أنا قال. شوفكم بكرة.